بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لما تد وجهت لي الدعوة استغربت شوية، يعني أفكر في الدعوة الحقيقة وبعدين وجهتها فرصة نتكلم على الفرص، يعني دايما عايزة تنقل من تحديات الفرص، وجهتها فرصة كويسة جدا لأنه من الناس الحريصة على إنها تحضر لقاءات تد، فقلت فرصة إني أقدر أتكلم وابني يسمعني. لا وإيه؟ ومش هيقطعني كمان، يعني مش بس هيسمعني مش هيقطعني. طيب أنا عايز، إحنا بنتكلم دايماً كتير جداً على قضية التحديات، مع إنه نفسي نتكلم على الفرص، لأن كل تحدي بيبقى وراه فرصة مهمة جداً نقدر نكسب منها حاجات كتير. أنا بطبيعتي يمكن ده البنية الشخصية بتاعتي، إن عمري ما كنت بختار الطريق السهل، أنا دايماً بحب أختار الحاجة اللي أحس إنها فيها تحدي بالنسبة لي، لو لقيتها سهلة كده زي بقية كل الناس اللي تعملها ما أعتقدش إنها بالنسبة لي تبقى مفيدة. من أول وظيفة عمري خدتها في حياتي قبل ما أتخرج قدمت عليها، كان شركة بتعمل في مجال البترول عايزة تفتح معمل في مصر، المعمل ده عشان تصلح فيه الكمبيوترات بتاعة الأويل ويل دريلينج، وما كانش فيه منه غير 3 معامل، واحد في هيوستن، واحد في فرنسا، واحد في اليابان، بيبعتوا كل حاجة لواحدة من الثلاث نقط دول تتصلح وترجع. عجبتني فكرة إنه حاجة ما اتعملتش قبل كده وهنحطها في الشرق الأوسط تبقى أول معمل من نوعه. قبلت الوظيفة بالرغم من إنها كانت نص مرتب وظيفة أخرى معروضة عليا من شركة حاسبات كبرى. قضية مش لازم تبقى دايماً إيه المبلغ اللي بيدفع لك. فضلت بقى بالطريقة دي. أنا عشت حياتي استشاري، بعمل استشارات لمعظم الجهات الدولية والعالمية. عمري ما كنت بقبل استشارة مرتين لأن ما بستشعرش إن فيها إضافة ليا، مش حاسس إن المنحنى أو الليرنينج كيرف بتاعي بيتغير، علما بأن الاستشارة التانية لأي استشاري دي أجمل هدية ممكن تديها له، لأنه هيبذل نص أو تلت الجهد وياخد نفس الفلوس. في تحدي الحقيقة يعني قابلته أنا وفريق عمل عايز أحكي لكم عليه، لأنه إدى مصر فرصة كويسة جداً نقدر برضو نبص على إيه اللي وراها. لما الدكتور نظيف في سنة 2000 قال إحنا عايزين نعمل في مصر برنامج للحكومة الإلكترونية، أنا عايز أقول إنه الفكرة في حد ذاتها ممكن كانت سنة 2000 تبقى غريبة جداً، إحنا ممكن نقعد في بيتنا والخدمة تجيلنا لغاية باب البيت. لو كنا في سنة 2000 قلنا للناس إنه هيجي وقت تطلب الخدمة تجيلك لغاية باب البيت وبعدين تدفع بعد ما الخدمة تجيلك، ما أعتقدش إن كان في ممكن حد هيصدقنا إن فكرة السداد عند الاستلام. أكتوبر 2000 فكرة إن الحكومة تتبادل البيانات بينها وبين بعضها وتكلم بعض، قلت له هي تبدو وكأنها قصة من قصص الخيال. استلمنا القضية دي من الدكتور نظيف في 2001، وكان ترتيب مصر من بين دول العالم طبقاً للمنشور في الأمم المتحدة United Nations Public Access Network UN PAN، بتطلع ترتيب دولي كل سنتين، كان ترتيبنا 160 من 192. لكن كنا حاسين إنه صحيح في تحدي، لكن كلنا كنا شغالين وعارفين إن في فرصة كبيرة جداً نقدر نثبت للعالم مصر قادرة على إنها تعمل إيه. يناير 2010 طلع رقمه 23 من 192 دولة، مشينا من 160 ل 23. ترتيبنا في 2008 كان 28، وطبعا صعود السلم في النهاية بيبقى أصعب من صعوده في البداية. لكن القصة دي وراها أكتر من حاجة، وراها فكرة بتقول إنه ده ما بيحصلش في يوم وليلة، بياخد وقت. وراها فكرة بتقول إنه فريق العمل من الحاجات المهمة جدا. الشخص بيطلع لفوق على قد ما فريق العمل اللي معاه ده بيقدر يشيله. اختيار فريق العمل مسألة مهمة جدا، بقولها لكل واحد فيكو بادي حياته وعايز يشتغل. حاول وانت بتختار فريق العمل اللي بتشتغل معاه انك تختار ناس قادرة على انها تشوف ايه الاحتمالات، ما تبقاش بس شايفة ايه المشاكل. حاول تختار ناس بتدور على حلول لكل مشكلة تظهر
مش بتدور على فين المشاكل قدام كل حاجة بتصادفها. لكن أهم حاجة والكلمة اللي دايماً متواترة عندنا في فريق العمل اللي احنا بنشتغل فيه مع بعض، كلمة مهمة جداً هي اللي أنا بحب أسمعها من الفريق، بتقول هي جزء صعبة لكن مش مستحيلة. خدوا بالكم إن في ناس تانية تشتغل معاهم يقول لك هي جزء مش مستحيلة بس يا عم دي صعبة قوي. الفرق بين الجملتين دول هو الفرق اللي بيخلق فريق ناجح شايف الفرصة اللي يقدر يعملها. فريق مستعد ما ينامش لأنه عنده حاجة عايز يعملها. بعضكم طبعاً ما يعرفنيش عن قرب، أنا واحد من الناس اللي نومي عدد ساعات نومي قليلة جداً، 4.5 ساعات في المتوسط. لو نمت 5 ساعات بحس إن أنا خدت يعني راحة فوق الوصف، لكن أستطيع أن أعيش ب4 ساعات ما عنديش مشاكل في ده. بس كل واحد فينا بيصحى من النوم قدامه اختيارين، يعني أنا بنام قليل صحيح بس بحلم أكتر من ناس كتيرة جدا بتنام أكتر مني. لما تصحى من النوم بقى الاختيارين اللي قدامك، إما إنك ترجع تاني تكمل نوم وتكمل أحلام، أو إن أنت تقرر إنك هتصحى من النوم وعايز تحقق حلمك اللي أنت بتعمله. عايزين نصحى من النوم ونحقق حلمنا اللي إحنا عايزين نعمله. فريق العمل ده بيحتاج دايما شخص يقدر يزقه، يقدر يمشي معاه، ويقدر يخليه يديله القوة إنه يعمل اللي هو هيعمله. أنا أستاذ جامعة وعارف إنه عدى علينا مدرسين، والمدرسين أنواع. في مدرسين ما بتقولش، دي استغفر الله ما عندهاش ضمير، لكن المدرس العادي أو الأستاذ العادي بيقول، والأستاذ الكويس بيشرح، والأستاذ الهايل بيفهم، إنما الأستاذ العظيم هو اللي بيلهم. إحنا محتاجين ناس تلهم لقدام. يعني القضية مش بس إن أنا أنقل له الفكرة، القضية إن أنا أديله الإلهام إن هو يستطيع إن هو ينطلق، يبقى قادر على إنه ياخد قرار، وأشجعه على أخذ القرار. إحنا عايزين ناس تاخد قرارات تصنع مستقبلها، مش تستنى المستقبل لما يجي. إحنا قادرين على إن إحنا نصنع المستقبل. أنا موحد وبؤمن بالله، لكن إحنا في إيدنا نصنع مستقبلنا. القضية دي قضية مهمة جداً، لأنه معظمنا بيسيب الحياة تاخده مطرح ما هي واخداه. لا، خد الحياة مطرح ما أنت عايز تاخدها، مش تستنى ما هي تشيلك. هي الحياة هتاخدك لغاية فين. عايزين ناس مش بس تكون قادرة على اتخاذ القرارات، عايزين ناس تكون قادرة على أنها تسأل ليه، ما تبقاش مجرد تابع. عايزين ناس تكون قادرة على أنها تبقى مختلفة. مش عايزين نبقى زي القرود. معرفش كم واحد فيكم عارف قصة التجربة اللي عملوها، إنما أنا دايماً حاطين بيننا وبين بعض في فريق العمل، دايماً لما نلاقي حاجة بتتعمل نسأل دي ليه بتتعمل، لأن هو ده الطريقة الوحيدة إلى أن إحنا نغير ونعمل حاجة جديدة. طول ما إحنا بنعمل حاجة بنفس الطريقة، خد بالك إنك لو مشيت في سكة، وخدي بالك لو مشيت في سكة ناس كتيرة مشوا فيها قبليك، ما تتوقعوش وما تتوقعش إنك هتروح مكان مختلف. ما هي السكة دي هي نزلت السكة اللي الناس مشيت فيها. إذا كنت عايز تروح لمكان مختلف لازم تمشي في سكة جديدة محدش مشي فيها قبليك، ولازم تسأل ليه. التجربة اللي عملوها على القرود، على فكرة حطوا مجموعة قرود في قفص وعلقوا موز في الأربع أركان. ركن منهم بالذات، أي قرد يحاول يقرب من الموز اللي في الركن ده يرشوه بخرطوم مية قوي جدا مؤلم، وأحياناً بيبقى فيه نبضات كهربائية كده بحيث إنه القرد ما يقدرش يعني ياخد حاجة من الموز ده. بعد شوية القرود ابتدت تعرف إنه الركن ده والموز ده ركن محرم فمحدش بيقرب له. ابتدوا يشيلوا قرد من القفص ويحطوا بداله قرد جديد. القرد الجديد ما يعرفش القواعد، فابتدى يحاول يروح يمسك موزة من الركن المحرم. كل القرود اتلمت حواليه
وقعدت تضربه لأنها خايفة من العقاب اللي إيه؟ العقاب اللي هيحصل لها من خرطوم المية والكهرباء وغيره. شوية بشوية فضلوا يسحبوا القرود واحد ورا واحد ويحطوا قرود جديدة لغاية ما اللي بقوا في القفص كلهم قرود، ولا واحد فيهم حضر لا خرطوم المية ولا الكهرباء. ومع هذا أي حد بيحاول يقرب من الركن ده برضو القرود بتضربه، لأن هم مش عارفين إيه السبب، لكن هم توارثوا حاجات محددة جدا. مش عايزين نبقى من الناس اللي بنتوارث حاجات، لأن في حاجات كانت منطقية في الستينات وكانت منطقية في السبعينات، ومش هتهمها أنها كانت غلط في الستينات لكن مؤكد ما عادتش بلد في الألفينات. فعايزين نبتدي نفكر بطريقة تانية. عندي مجموعة دقائق باقية، إنما عايز أقول فيها بعض الحاجات الخاصة الشخصية اللي عايز، يعني أنا مستشعر إنها فرصة يعني جميلة إن أنا معايا هذه المجموعة من الشباب إن إحنا نتكلم عليها. القضية الأولانية قضية يعني قانون الطبيعة. لابد إن إحنا بشكل ما نفهم الطبيعة بتشتغل إزاي ونتواءم مع قوانين الطبيعة عشان نقدر نحقق اللي إحنا عايزينه. واحد من أهم قوانين الطبيعة اللي عشان كده إحنا مش قادرين نتواءم مع التحديات ونشوف الفرص اللي وراها اسمه قانون البذرة. كم واحد فينا فكر الفاكهة، أي نوع فاكهة بيبقى فيها بذرة قد إيه؟ خدوا بالكم إن بذرة واحدة كافية إنها تعمل الشجرة، لكن بشكل ما ربنا عايز يبعت رسالة بيقول أنا باعت كل البذر ده، لأن مش كل البذر ده هيطلع شجر، هي بذرة واحدة بس اللي هتقدر تطلع شجرة من وسط كل البذر ده. مشكلتنا إن إحنا مش قادرين ناخد بالنا من قوانين الطبيعة فمش قادرين نفهمها. فما بنعمل انترفيو ما متقبلش في الوظيفة بنقول يا ما تقبلناش في الوظيفة، لا ده انت لازم تعمل 20 انترفيو تبقى لقانون البذرة ده، بقى لازم تعمل 20 انترفيو عبال ما تاخد وظيفة، ولازم تبص على 40 واحد عبال ما تلاقي واحد كويس تضمه للتيم بتاعك، ولازم زي عندنا كده في التنمية الإدارية نعمل 163 مشروع عشان يبقى عندنا منهم مجموعة مشروعات ناجحة. قضية قانون الطبيعة والتواءم معه قضية أساسية. ما تتوقعش إنك هتقدر تغير الطبيعة لأن ربنا خلقها كده بحكمة محددة، ولكن الشطارة إنك إزاي يكون رد فعلك وتتواءم مع هذه القوانين اللي في الطبيعة، هو ده المسألة الأساسية اللي أنت لازم تفكر فيها. لازم نؤمن بالقوة اللي جوانا، لازم نتأكد إنه البشر هم أساس أي حاجة إحنا بنطلعها. اللي بيطلع ده أي شغل بيطلع نتيجة إن في ناس كويسة ورا الشغل ده قدرت تطلعه. مشكلتنا الحقيقة الأزلية إن عندنا مؤرخ له قيمة كبيرة مرة قال مقولة كلنا صدقناها وفضلنا قاعدين وساندين ظهرنا بتقول مصر هبة النيل، ففضلنا قاعدين متوقعين إنه عشان يبقى دولة هبة حاجة لازم يبقى عندها مورد طبيعي. الحقيقة مصر مش هبة النيل، مصر هبة ولادها. النيل بيمر في 9 دول، 7 دول منبع بينزل فيها المطر ودولتين مصب بيمر فيهم النهر. ما حصلش حضارة زي الحضارة الفرعونية بكافة يعني إنجازاتها في الرياضة والفيزياء والفلك وغيرها إلا في البلد دي. ليه؟ لأن كان في بشر قادرين على إن هم يعملوا اللي عليهم ويبقى عندهم روح الابتكار ويبقى عندهم روح إن هم يعملوا يستكشفوا. فمصر هبة ولادها إن ما هيش هبة النيل. أنا وقتي خلص بس مش هقدر أبقى شايف هذا الكم الهائل قدامي من المرحلة العمرية دي وما أقولهمش حاجة مهمة جدا في بداية حياتهم. قضية اسمها قضية الأولويات. كلكم
مقبلين يا بعضكم في الكلية يا بعضكم هيتخرج يا مقبلين على حياة. القصة اللي هحكيها لكم دي مش قصة بتاعتي، أنا واخدها من حد ولكني مقتنع بيها تماما. يعني في واحد من الأساتذة كان عايز يعلم الطلبة بتوعه حاجة مهمة جدا عن أولويات الحياة، فجاب جردة الرمل من بتوع الأطفال اللي بيلعبوا بيه على الشاطئ وحطه قدامهم في الفصل وابتدى يملاه بكور زي كور السكواش كده لغاية ما الجردل ده اتملى. قال لهم الجردل اتملى؟ قالوا له اتملى. قال لهم نقدر نحط فيه تاني؟ قالوا له ما تقدرش تحط فيه تاني. فمطلع من تحت الترابيزة شوية زلط ابتدى يرمي في الجردل. قال لهم الجردل اتملى؟ قالوا له اتملى. طبعا انتوا عارفين بقية القصة. مطلع بعد كده رملة فابتدى يملى لغاية ما الجردل اتملى. قالوا له اظن بقى اتملى على عينه، ما عادش باقي حاجة خالص. فقام طلع من تحت الترابيزة كوبايتين شاي وابتدى يدلقهم، فبرضه ابتدوا يتسربوا. أولويات حياتنا لازم نبتدي نبص فيها. خدوا بالكم ان لو مليت الجردل بالعكس مش هيشيل كور السكواش، يعني لو ابتديت تملى الجردل بالرمل هيتملي الجردل على آخره ومش هتقدر تحط كور السكواش. الرمل ده الحاجات التافهة في حياتنا، والزلط الحاجات الأكثر أهمية. بس أنا عشمان إن كور السكواش دي تكون أسرتك وأصدقائك وحاجات مهمة جداً في حياتك. لازم تبتدي تفكر أولوياتك عاملة إزاي. ما تخليش الدنيا تاخدك من غير ما أنت حاسس في عمالة تتنازعك في أشياء صغيرة جداً وما أنتش قادر تعمل الأشياء الأكثر أهمية. في الآخر واحد سأل الأستاذ قال له الله أمال إيه حكاية كوبايتين الشاي دول أنت عمال تقول؟ قال له أنا عايز أقول لك أنه مهما كانت حياتك مليانة لابد في الآخر يكون فيها وقت إلى أن أنت تقعد تشرب كوباية شاي مع واحد من أصدقائك الحميمين. القضية دي مهمة جداً. بتمنى لكل واحد فيكم التوفيق في حياته. بتمنى لكل واحد فيكم أن حياته تكون مليانة بالحب، لأن الحب هو اللي بيخلينا نقدر نعيش. وخدوا بالكم أنه في مقولة كده غريبة بتقول إيه؟ أصله بقى يعني حب إيه؟ يعني بعض الناس العواجيزة والكبار في السن يقول لك حب إيه يا عم والكلام بتاع الشباب الطايش ده. خدوا بالكم أنه الإنسان ما بيبطلش يحب لما يكبر ويعجز في السن، الإنسان بيكبر ويعجز في السن لما يبطل يحب. ربنا يملأ قلوبنا بالحب. وصلنا للسكشن الثاني. حد عنده اسئله للسيد الوزير احمد درويش؟ يتفضل. سيف. انا ما حاولتش اعمل دعايه خالص واقول فيزيت ايجيبت دوت جوف دوت اي جي ولا اي حاجه يعني. لازم تقول. مايك هنا بليز. في هناك سوري اوكي انا شورت هناك دونت وري اوكي. كنت عايزه احرك على حاجه دلوقتي. يعني انا واحده من في ناس صحابي بيعملوا تقدم كبير قوي في حياتهم، بس المشكله في البني ادمين اللي حواليهم. يعني في زي معروف الاوبرا وينفري كان بتقوله في احد الابسودز بتاعتها ان لما البني ادم بيبقى بيعمل حاجات كتير كويسه وبيبقى بيطلع لفوق، في ناس كتير مش بيفكروا ان هم يساعدوه او يعملوا زي ما هو الطريقه اللي بيعملها، بيفكروا بكل طريقتهم ان هم يشدوه معاه. اوكي، فانا عايز اعرف يعني ازاي البني ادم يعني يخلي الناس دول معاه او ما يخلوش ان هو يعني يساعدوه ان هو يبقى يخلص الشغل بتاعه او يبقى ده محبط. يعني بصي مره ثانيه، التحدي انه الواحد يقاوم كل المعوقات اللي بتقدم. اولا حاولي دايما تخلي جنبك ناس من اللي هي مقتنعه باللي انتوا بتعملوه. صعب قوي الواحد يبقى لوحده، لكن الواحد لما بيبقى فريق بيبقى اقوى. انما اللي انت بتتكلمي عليهم دول موجودين في كل مجتمع، مفيش مجتمع ما فيهوش حد ضد التغيير. التغيير بطبيعته الناس بطبيعتها مش حابه التغيير، يعني الناس بطبيعتها معتقده ان هناك الوسائل التقليديه واحنا طول عمرنا عايشين كده، ليه نفكر في طريقه جديده.
عمرك لما هتطلعي فكرة جديدة ما هتلاقي الفكرة الجديدة دي كده flies over زي ما بيقولوا، ولكن شوية بشوية الفكرة دي بتكتسب. يعني أنا لسه بتكلم على موضوع اللي هو الخدمات من القنوات غير التقليدية، من على الإنترنت ومن التليفون و تعتقد ان دي كانت فكره سهله كده ان احنا نقول للناس يعني ابتدي خد السيرفيس بتاعك من مكان جديد؟ لا. تعتقدي انه الخدمات نسبه استخدامها عاليه؟ لا. لكن لازم نراهن على المستقبل، يعني هي دي النقطه المهمه. انا براهن على انه سنه 15 كل الناس هتسال الخدمات دي قبل ما كانت على الانترنت كانوا بياخدوها ازاي، لانه خلاص هيختفي الانماط الاخرى خلاف الانترنت والتليفون وغيرها، والله أعلم التكنولوجيا هتجيب لنا إيه. فطبيعي جدا أن الشخص اللي عنده فكرة جديدة طبيعي جدا أن الناس تحبطه، طبيعي جدا أن الناس تحاول تشده، طبيعي جدا أن الناس تحاول تحاربه، لكن ده مش المفروض أنه هو، مش عايز أقولك تسدي ودانك، لكن عايزك تسمعي، ولكن تسمعي بطريقة انتقائية إيه الحاجات اللي هي تستشعري فعلا أن ده انتقاد موضوعي لازم تاخديه في الاعتبار، وإيه الحاجات اللي هي جاية من ناس ما هياش يعني عايزة تعمل شغل. سؤال آخر من أصغر سبيكر معنا اللي ابتدى معنا النهاردة، سيف أبو زيد. دكتور حالك شغال كده؟ آه. حالك قلتنا على الإكسبرمنت بتاعت القرود، وخلينا نسقطها على الواقع فنقول إن الكيج ده هو السوسايتي المجتمع بتاعنا، والقرود اللي هم راحوا منعوا القرد الصغير دول اهل او القرايب وكده. طبعا كلنا عارفين مين اللي بيكهرب بيرش ميه، دي كلنا عارفينها. حابب اعرف راي حضرتك بقى في الحل، ايه المفروض يحصل؟ هل المفروض القرد ده يقول لا انا مش هسمع كلامكم وبعد كده يكهرب؟ لازم يجرب طبعا. لا خد بالك القصه اللي انا قلتها انهم بطلوا الميه والكهرباء، ومع هذا الناس لسه خايف. هو بدل فانا اللي انا عايزه عايز حد قبل ما ناخد الامور على علتها. انتوا كلكم صغيرين قوي في السن، ما تعملش حاجه على اسال ليه. لو جالك رد مقنع ابتدي اعمل اللي هم بيعملوه، لكن ما ينفعش نفضل نقلد. انا اصلي القصه اللي انا بحكيها دي لان عايش مع موظفين الحكومه، لما تساله انت الاستماره بتعمل فيها كده ليه، يقول لك احنا بنعمل كده من سنه 73 ولا من سنه 67. تقول له ما بسالكش من امتى، انا بسالك انت بتعمل كده ليه. خد بالك انا معايا هضيع لكم اللانش، هحكي لكم قصه بس مهمه جدا. في سنه 81 في احدى الشركات الحاسبات المشهوره اخترعت حاجه اسمه البيرسونال كمبيوتر، وابتدت الناس يبقى عندها فلوبي ديسكس، طبعا حاجه ما تعوش عليها، بتاع صغير كده كنا بنحط عليه زمان بدل الفلاش ميموري. فابتدينا في مصر نضع قواعد لحاجتين، لتامين البيانات وحقوق الملكيه الفكريه. فطلع قرار بمنتهى البساطه في الهيئه القوميه للبريد، القرار ده بيقول ممنوع حد يبعت جواب يكون جواه اسطوانه او جواه فلوبي ديسك الا لما يعدي على حاجه اسمها المصنفات الفنيه، يبصوا على الفلوبي او الاسطوانه دي جواها ايه، واذا لقوك مش سارق حقوق ملكيه فكريه او مش مهرب بيانات ذات طبيعه امن قومي يصدروا لك يبعتوا لك الجواب بتاعك. القرار ده فضل ساري لغايه سنه 99 او 2000، محدش بيسال القرار. احنا ابتدينا الانترنت في مصر سنه 89، سنه 92 في شركه اسمها ان تاتش ابتدت تعمل سيرفيسز تو ذا هوم انترنت، سنه 94 مصر كانت مليانه انترنت. من 89 ل 99 محدش في الهيئه القوميه للبريد فكر يسال سؤال، هو انا بعمل الشغلانه دي ليه؟ ما هو اي حد عايز يبعت ملف هيخش على الانترنت يبعته. لكن هو ده اللي انا بقوله، خلينا نسأل ليه، لأنه اللي كان معمول بيه من 20 سنة يجوز كان له منطق أصبح بلا منطق الآن. فهو ده السؤال، المية بطلت والكهرباء بطلت وهم برضو لسه خايفين يروحوا للموز وبيضربوا بعض، اوعى تروح له. Okay, thank you very much. Hello, here Ahmed Darwish. Thank you.